وبتمنى يعني كل العالم انه تشتغل وتعتمد على انفسها وما يركنوا على هاد ولا على هاد، لانه الحياه بدها سعي، وانت قاعد ما حدش بيقول لك مرحبا. ويوم المراه العالمي بتمنى يوم المراه يعني كل النساء يسمعوا رسالتنا، يبتدوا يعملوا مشاريع صغيره، والمشروع الصغير بيبدا يكبر اذا نوى الانسان بكبره. ولكن المشاريع مهمه جدا، انه المراه تعتمد على انفسها.